التجربة السينمائية أنا شخصيا كنعتبرها أنها امتداد للتجربة ديالي التلفزيونية، لأن فعلا أنا اشتغلت بالتلفزيون كثير، ولكن كنت كنحس براسي بأنني ما تعطلتش على السينما، لأن كنت كنبني أو كنرمم واحد الجزء من الهوية ديالنا من خلال الاشتغال ديالي على التراث، وهذا كنت كنحس به كواجب، يعني انني خاصني نرمم هذه الهويه. كذلك انني كنت يعني بحال الا كان اتالف مع الجمهور، لان التلفزيون هو البوابه للسينما وهي البوابه اللي كتوصلك عند الجمهور اولا، لان الجمهور ما يمكنش يجي يقلب عليك ولا يبحث عليك الا ما عرفش الجديه ديالك وطريقه العمل ديالك من عبر التلفزيون. فهذا انا بالنسبه لي من ناحيه ديال الاشتغال على التلفزيون قبل السينما. اما من ناحيه ديال انني بدلت الستيل، فهاد العمل كيدور في سنوات الثلاثينيات والاربعينيات، يعني هو يعني عمل تاريخي، ماشي على الاطار ديالو تاريخ، يعني كيدوز ان فيلم ديبوك. وبانني اشتغلت سابقا على كما قلت على التراث، والتراث اللي هو جزء من الهويه ديالنا كمغاربه، وانا بقيت كنشتغل على نفس الشيء. انا رغم انني درت قصه حب، فهو مظهريا عمل اناطو يتكلم عن قصه حب، ولكن الاساس من العمل هو الاشتغال على الهويه، ولكن الهوية بشكل أوسع وبنطاق أوسع، اللي هي الهوية الإفريقية، يعني على مستوى القارة. فأنا ربما بقيت وفية المبادئ ديالي بالرغم من اختلاف العناصر ديال الاشتغال واختلاف الموضوع، فبقى الهدف واحد. لحسن الحظ حنا تفوتنا مع الجائحة، يعني سالينا في شهر فبراير يعني ديال 2020، والجائحة جات في شهر 3، كانوا التعقيدات اللي جاوني غير على مستوى التركيب، يعني المونتاج والبوست برود هو اللي لقيت فيه شويه، كان ما كانش تواصل بيني وبين التقنيين اللي اشتغلوا معايا، وهذا اخر شويه العمل، هذا هو اللي خلى العمل يتاخر واحد شويه، ولكن الحمد لله ان التصوير تم كله قبل من الجائحه. انا ما عمري سواء على مستوى الاعمال السابقه ولا على هذا العمل، ما عمري كنتنبأ العمل لا بالنجاح ولا بالفشل، لانه هو عمل كتقدمه بروحك، كتنفذ فيه روحك وكتقبل فيه مجهود كبير، وامنيه ديالك هو ان هذا الجمهور يحس بهذا المجهود، وهو اللي غيدير التقييم ديالو، ويعني التقدير ديالو واش ينجح ولا ما ينجحش، لا رياكسيون ديال البوبليك هي اللي غادي تحكم عليه.